السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة حصن حمامك في الشتاء. الشتاء لازم تعمل كده بالدواء ده زي ما هنوري لحضراتكم كده. قبل ما نتكلم في الموضوع نطلب من حضرتك تعمل لايك للفيديو. ندخل في الموضوع على طول، اللي هو حصن حمامك في الشتاء بدواء رخيص اللي هو حضراتكم الدواء ده الفلاجيل. الفلاجيل دواء متوفر في الصيدليات، سعرها حوالي 9 جنيه افتكر او 10 جنيه، مش فاكر بالظبط، لكن يعني هو في متناول الجميع. دي انا لسه جايبها ب9 جنيه، امريزول ده البديل، ده او ده هو ده زي ده بنحصن بيه في الشتاء. الزغاليل كل ما يطلع عند حضرتك زغاليل لازم تعطيهم من ده. انا بعطي سنتي للزغاليل في بقها لمدة 3 ايام، وممكن نستخدم الدواء ده كمان. حضرتك كنت عملتهم في فيديو سابق اهو، كوليستيزول ده مضاد سموم، مضاد سموم فعال اهو. الاسم واضح عند حضراتكم، ده من افضل مضاد السموم اللي موجود عند الصيدليات البيطري اهو. هو ده في ناس ما كانتش لاقياه، يا مش لاقيه ممكن يستخدم اي مضاد سموم تاني اهو. امراض الشتاء اللي هي زي ايه اللي احنا بنخاف منها في الشتاء؟ ممكن حد يختلف معايا ويقول ان الامراض دي بتيجي في الصيف، لكن انا عن تجربة اللي هو بالنسبة للكنكر، الكنكر ده كان بيجي عندي في الزغاليل عندي في الشتاء، اللي هو بيكون في زور الزغلول من الداخل. لو حضراتكم اهو يا رب يكون واضح، بيكون واضح كده في زور الزغلول بيكون فيه زي نص فولة. دي الحمد لله يعني كويس، بس لو حضراتكم بتشوفوا كده بيبقى في زور في حلق الزغلول كده بيكون فيه، بيقولوا عليه تجبن، لكن انا بقول عليه زي النص حته فوله متشوش واقفه في زورها كده. ده الوقايه بتاعه اللي هو الفلاجيل، وله برضو فوائد اخرى هنقول عليها دلوقتي. زي ايه الحاجات التانيه؟ الحاجات التانيه يعني ممكن تلاقي حضرتك الزغلول منفوخ هواء او ميه، زغلول يكون منفوخ بالهواء او بالميه. الحمد لله ده مفيش، بس ده انا بقول لحضراتكم ده بيقي من ايه؟ الأدوية دي بتقي من ايه؟ مضاد السموم والفلاجيل لابد يكونوا عند حضرتك وتعطي منهم في الشتاء ما تأخرش. كل ما يطلع عندك زغاليل اعطيها في بقها زي ما انا هعمل دلوقتي. وكمان بيقي من الجص اللي هو او الجدري المائي، او بيتقال عليه الجدري المائي، هو الجص او الجدري المائي. هو الجص حضراتكم بيظهر في الصيف بس اكتر، لكن احيانا بعد عند المربيين بيكون بيظهر في الشتاء، وده نادر يعني لما بيظهر، لكن هو في الصيف بيبان اكتر، اللي هو الخارجي اللي بيكون في جسم الطائر من الخارج في وشه وفي جناحاته وفي بقية جسمه، ده بيكون باين في الصيف اكتر. لكن اللي موجود في الشتاء وحضرتك ممكن متاخدش بالك منه الكنكر الداخلي، الداخلي اللي هو برضه طفيليات او بكتيريا بتخش بتأثر في حلق الطائر او في حصالة الطائر. حصالة الطائر بتكون منتفخة بالهواء او بالماء، مية بيكون ريحتها وحشة، هنقول بنعمل معها ايه؟ ده حضرتك زغلول بنفترض ان هو منتفخ بالمية زي كده او بالهواء. طب انا سقي مية بزيادة علشان اوري لحضرتك نعمل معاه ايه. هو ده نعتبر ان هو انت طلعت انت ما سقتوش لقيته مليان مية كده
وشميت من ريحة بقه، لقيت ريحة بقه وحشة، ريحة المية وحشة من في زوره، لو قلبته كده بيرجع مية، لو حبيت تقلبه كده هتلاقيه بيرجع مية لوحده. لو جيت تقلبه كده اهو، شوف حضرتك المية تنزل ازاي، لو جيت تمسكه كده تلاقي المية تنزل. احنا لو لقينا الزغلول بالحالة دي بنحاول نفضي المية بالطريقة دي اهو، بنحاول نفضي المية، بتبقى مية سخنة وريحتها وحشة اهو، حضرتك المية بتنزل. طبعا احنا بنكون عاملين الكلام ده في مكان هي دي مية نظيفة، انا سايق مية نظيفة عشان اوري حضرتك تعمل ايه اهو. بنعمل له زي غسيل معدة اهو، ننضف المية، نفضي المية على قد ما نقدر خالص، طبعا في مكان يكون معزول ما يكونش مكان الحمام، لكن هي دي مية نظيفة اهو حضرتك. فضينا المية تمام، او الهواء نفس الحكاية، لو في هواء برضو نفس الحكاية. اغسل ايدي واقول لحضراتكم هنعمل ازاي. هنيجي، هو انا عندي الفلاجيل او الامريزول، ده الامريزول اهو لسه ما اتفتحش، هنفتحه. امريزول اهو، هنأتي سنتي بعد ما ننظف، نظفنا فضينا حصلته، نعطيه سنتي امريزول اهو، امريزول اهو. هو شكل العلبة اتغير حضراتكم، اللي كان بيجيبها مش هيلاقي شكلها اتغيرت، اللي ما جابهاش من زمان هيلاقي الشكل بقى مختلف اهو. سنتي امريزول تقريبا سنتي، نخلي نقص شوية اهو، سنتي امريزول سنتي اهو، سنتي ناتي السنتي. ده في حالة المرض. في الحالة الشديدة قلنا لحضراتكم لو هو في حالة جديدة اهو، بس مش هناتي، مش هنحط السرين نفس السرنجة في الدواء ده، مش هنحطها فيه ده اهو حضراتكم. هناتي نص سنتي لنفس الطائر من ده، كوليسترول عليه مع الفلاجيل نص سنتي بس اهو، نص سنتي مضاد سموم، ونشيل الطائر ده. ده لو هو فيه الانتفاخ المملوء حصلته بالمية السخنة اللي بيكون ريحتها وحشة، المية او الهواء، دي بكتيريا بتعيش، في بكتيريا بتعيش بتعمل مية، وفي بكتيريا تانية بتعمل هواء، في كلتا الحالتين هناتي الدواء ده. طيب الزغاليل بقى اللي هي سليمة في زي ما احنا ماشيين بنعمل ايه اهو، لما بيجي في السن ده لازم تعمل كده في الشتاء، انا بعمل كده دايما في الشتاء او غير الشتاء، في الشتاء او في غير الشتاء، انه السنتي في كل زغلول في بقه اهو، اسحب دي اهو، اعطي كل زغلول نص سنتي، سنتي اسف اهو، ناتي سنتي اهو. عندنا نجيب بقية الزغاليل، ده ما خدش هنعطيه. ده بالنسبة للزغاليل الصغيرة. طيب حد يقول لي طب الحمام الكبير نعطيه ولا ما هنعطيهوش؟ طبعا هنعطيه، بدل ما هنعطي الصغير يبقى هنعطي الكبير علشان ما يتصابش هو كمان، لان هو اساسا هو مصاب، هو ناقل للعدوى، انا اسف، هو اساسا هو اللي بزق اولاده يبقى هو فيه. نجيب الزغلول التاني ده، يبقى كده اعطينا للزغاليل بتوعنا تمام اهو.
طيب بالنسبة للحمام الكبير هنعمل ايه بقى؟ نعتيه ازاي؟ احنا قلنا الزغاليل، خلصنا الزغاليل لمدة كده 3 ايام، احنا ما قلناش ان هو 3 ايام، يبقى الامريزول او الفلاجيل، او الفلاجيل زي ما قلت لحضراتكم، او الفلاجيل الموجود، هي الفلاجيل اللي فاضية اهي، دي موجود وده موجود في الصيدليات، كان متوفر دلوقتي الحمد لله في الصيدليات اهو. فانا هعطي غطا على المسأة دي، المسأة دي هي 1 لتر، المسأة دي هي 1 لتر اهو، حضراتكم غطا على 1 لتر اهو، اعتبرنا المسأة دي هو 1 لتر بتاعنا، زائد 5 سنتي من دواء اللي هو مضاد السموم اهو، اللي احنا اعطينا منه برضه للزغاليل اهو، 5 سنتي على اللتر، زائد 5 سنتي اللي هو الفلاجيل، اللي هو الغطاء الفلاجيل اهو. اسحب مثلا بطيب السرنجة، السرنجة دي 3 سنتي، الاخيرة كده 4 اهو، حط كمان شوية اهم، بقوم 5 سنتي على اللتر مع 5 سنتي فلاجيل، ونعطي منهم في حالة الوقاية بعد 3 ايام، اما في حالة الاصابة بنعطي 5 ايام، سواء للزغاليل او للحمام الكبير. معلومة قبل ما انسى ملحوظة، الفلاجيل اللي حضراتكم اللي اتحط على المية ده، الحمام مش بيرضى يشربه بسهولة. احنا نعطش الحمام في الصيف 12 ساعة، لو في الصيف، اسف، في الصيف 6 ساعات، وفي الشتاء 12 ساعة، عشان هو في الشتاء مش هيعطش، فيبقى 12 ساعة في الشتاء وست ساعات بس في الصيف، عشان الدنيا بتبقى حر ويبقى عطشان ويتعطش تمام، بعد كده يتحط له عشان يرضى يشربه. في بعض الناس تحط ملح مع الاكل عشان يغصب الحمام ان هو يشربه، لان الفلاجيل طعمه مش حلو بالنسبه لل، حتى الاطفال ما كانتش تحب طعمه. في فيديو كنت عملته سابق، سيبه لحضراتكم في صندوق الوصف، اللي عايز يشوفه اللي كنت عملته في الصيف، اللي عايز يشوفه حضراتكم يتفضل يشوفه، في بنجيبه من صندوق الوصف. بكده اكون خلصت موضوع الفلاجيل في الشتاء، الوقاية للحمام في الشتاء والزغاليل. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش واشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.